كتشوفوا اليوم. تنشكركم على الحضور ديالكم وعلى المواكبه ديالكم، مواكبه الاعلام لهذا الوباء ديال كورونا فيروس المستجد في اطار المخطط الوطني. بيان سور كاين مخطط جهوي، هذا المخطط الجهوي للاستعداد والتصدي لكل حالات ديال لهذا الوباء ديال الصحه العامه، هي وباء ديال كوفيد 19. في هذا المخطط كيف كتشوفوا كاينه لجنه اللي كتسهر 24 ساعه على 24 سبعة سبع سبع ايام، يعني 7 جور سور 7 على المواكبه، وبيان سور المواكبه وديال الاحصاءات من اجل تتبع الحالات اللي ظهرت على مستوى الجهه. الى جينا نعرفوا بان على من حدود شهر 2 الى حدود البارح كانت عندنا 60 حاله اللي هي حاله محتمله، منهم دابا تسجلت ديال 9 الحالات اللي هما حاله مؤكده، و 51 حاله هما تم الاستبعاد ديالهم اصابتهم بعد التحليل المخبري السلبي اللي رجع سلبي. وبيان سور كاين في هذا المخطط الجهوي كاين كذلك الوقايه بالنسبه للوسائل ديال التكفل بعد واحتواء الفيروس. كاين وحدات ديال العزل الصحي اللي هي موجوده على مستوى المستشفى الجهوي بنزوه، وكذلك على مستوى المستشفيات ديال الجهه، وعلى مستوى المستشفى الجامعي ديال محمد السادس. كاين كذلك وحده ديال التكفل، وحده ديال المتنقله للعزل الصحي اللي هي مجهزه بالتقنيه ديال الضغط السلبي. كما كاينه وحدات ديال التكفل بالحالات اللي كتطلب العنايه المركزه. في المخطط كذلك كان برنامج ديال التوعيه والتحسيس اللي شمل جميع، شمل المواطنين، شمل المهنيين ديال الصحه، شمل الاعلام، شمل جميع الادارات اللي حتى هما كانوا عملنا لهم التحسيس والوقايه من اجل يعني يسهروا، من اجل باش يجلسوا في ديورهم ويتجنبوا داك الاختلاطات ويتجنبوا ديال انتشار ديال هذا الوباء على مستوى الجهه. ولكن الحمد لله في هذا من هذه المناسبه كنحاول نطمئن الساكنه ديال الجهه بان رحنا مجندين 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على 7 ايام من اجل مواجهه هذا الداء، وباش يمكننا نواجهه، باش كل المغرب ما يكونش فيه حالات كيف الدول الاخرى. خاصنا الساكنه تعاون معنا باش تجلس في الدار ديالها وتلتزم بالوقايه وبالنصائح اللي تعطات على مستوى التلفازات وعلى مستوى الاعلام وهذا. وتنشكركم وتنشكر كذلك، لان الحمد لله النجاح ديال هذه العمليه ولا هذا كتم في اطار ديال واحد التعامل المشترك اللي كيوقف عليه السيد الوالي، واللي كيتتبع يوميا كيتم تتبع ديال الحالات وديال التجند ديالنا بجميع الاليات. كذلك المواطنين الموظفين ديال وزاره الصحه وديال الاقليم ديال مراكش وديال الجهه ديال مراكش اللي كيخدموا 24 ساعه على 24 ساعه، حيت كتعرفوا بان هذا الداء باش يمكننا نتبعوا الحالات وما يمكنش التدهور ديال الحالات ديالهم كيلتزم تجنيد ديال الاطر الصحيه، اللي تنشكرهم من هذا المنبر لانهم مجندين. وكاين مام متطوعين، الناس اللي خرجوا لاغوتخيت ومتطوعين باش يتجندوا معنا باش من اجل يعني لوتي كونتر هاد لا ترانسميسيون كومينوتير، اي بيان سور غيغيغ، لان الاهم حاجه هو هاد الناس اللي مصابين يخرجوا لنا سالمين ان شاء الله بعد المده ديال العزل اللي عندهم. كنتعاملوا معاهم كاي مريض، الحمد لله حنا كنبقاو اطباء وكنبقاو اطر ديال وزاره الصحه، فيما تيكون حاله ديال مريض ولا هذا كنتعاملوا معاه. بيان سور كاينه كنتعاملوا كاين وسائل ديال الوقايه، يعني كاينه وحده اللي هي كيكون فيها الاستشفاء ديال الحالات هذه الايجابيه، اللي هي واحد المصلحه مجهزه بكل وسائل ديال الوقايه، مجهزه بكل الوسائل الماتيريال ميديكو تكنيك بور لا بريز ان شارج ديالهم، وكيتم المواكبه ديالهم. كذلك يمكن في هذا الهدف ملي تنقول التجنيد ماشي فقط ديال الاطر ديال وزاره الصحه، ولكن كاين تجنيد كذلك ديال المصحات الخاصه وديال لوردر ريجيونال ديال لي ميدسان ديال تو لي سانديكا دي فارماسيان دي ميدسان دونتيست اللي تا هما مجندين معنا ومستعدين باش يعطيونا يواكبونا بالوسائل ديالهم باللوجيستيك ديالهم وكذلك بالمصحات ديالهم من اجل باش يكون واحد
يعني واحد التضافر ديال الجهود ديالنا مجموعين. وبيان سور المستشفى الجامعي راه هو طرف منا واللي كيتكلف بجميع الحالات، لان حنا كنشوفوا التكلف على مستوى الجهه كامله. اولا تنبغي نشكركم من هذا المنبر هذا، لانه بكم انتم تحاولوا تتواصلوا مع المواطنين فيما يخص يعني خطه العمل، فهي خطه منبثقه من الخطه الوطنيه من البلان داكسيون ناسيونال بطبيعه الحال ديال وزاره الصحه، واللي فيه مجموعه ديال المحاور. الاهم ديال هذه المحاور هذا كاين التحسيس والتوعيه ديال جميع مهني الصحه، وكذلك يعني جمعيات المجتمع المدني والمجتمع المدني اترافير يعني الناس ديالنا او لا الناس ديال المجتمع المدني. هذه من جهه. من جهه اخرى كاين تكفل بالمرضى، هذا محور مهم جدا، بحيث انه يعني في مدينه مراكش وخصوصا في المستشفى الجهوي وضعنا رهنا الاشاره ديال هاد الناس هادو يعني ديال الحالات المحتمله او الحالات المصابه والمؤكده، مجموعه ديال الغرف العزل اللي هما يعني الطاقه الاستيعابيه ديالهم يعني تتفوق يعني 35 سرير لحد الان، وعلى اساس انه يعني كاين دابا الاستعداد الى دزنا للمرحله الثانيه، على انه يعني هذه الطاقه الاستيعابيه غادي نحاولوا انه نوفروا مجموعه ديال الاسره ومجموعه ديال الغرف العزل اللي يكونوا يعني في المرحله الثانيه. كذلك فيما يخص يعني نقاط ديال المراقبه، واعني بالذكر يعني مستشفى ديال واعني بالذكر عفوا المطار ديال المناره، بحيث انه يعني ملي كانت يعني حركه العبور عن طريق الجو يعني مستمره، فجميع يعني كاين واحد مهني الصحه تما يعني تيقوموا بالمراقبه يعني الصحيه لجميع المسافرين. وكذلك فيما يخص يعني الحكمه والتنسيق فيما بين يعني المندوبيه ديال عمله مراكش وكذلك المديريه الجهويه وكذلك عمله مراكش. وبهذه المناسبه هذه تنبغي باش نشكر جميع المتدخلين من طاقم طبي ويعني شبه طبي اداري واعوان اللي ساهرين على يعني صحه المواطنين 24 ساعه على 24 ساعه بدون كد وبدون يعني كاين واحد الاستمراريه ديال العمل في سواء في السبت الحد او لا في يعني في الليل. وهذا ان دل على شيء فانما يدل على روح المسؤوليه وعلى المواطنه ديالهم. وكذلك تنبغي نشكر السلطات المحليه في شخص السيد الوالي المحترم اللي يعني عاطينا يد العون الحقيقه، واللي يعني مسايرين معنا الوضع يعني يعني عن قرب. بالاضافه لهذا الشيء اللي قلت يعني اقول على انه يعني الحالات اللي المعلنه فهي يعني حاله يعني 60 حاله محتمله، فيها 9 ديال الحالات اللي هما يعني مؤكدين عن طريق التحليل المخباري، واللي هما الان تيتم الاستشفاء ديالهم سواء في المستشفى الجامعي او لا في المستشفى الجهوي، واللي الحمد لله يعني الحاله ديالهم مستقره ومتبعينهم الاطقم ديالنا يعني عن قرب، والحاله ديالهم كما قلت حاله مستقره. ونبغي باش نستغل هذه الفرصه هذه باش نقول لجميع المواطنين يعني ديال مدينه مراكش باش يبقاو في البيوت ديالهم ويتقيدوا بالمسائل اللي تتعطاهم عن طريق يعني الاذاعه ولا التلفازه ولا عن طريق الاعلام ديالكم انتم بطبيعه الحال، وتقيدوا بها التقيد اللي لا مشروط من طبيعه الحال، لانه تتعرفوا ان هذا الفيروس هذا تنتشر عبر يعني الاجتماعات وعبر الكثافات السكانيه.